اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فانقلنا بفضل أيامه المباركة من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا تحوجنا للقاسية قلوبهم، ولا تجعلنا عبئا على أحد. اللهم لا تجعل أملنا إلا فيك، ولا ثقتنا إلا بك، ولا رجاءنا إلا بما بين يديك، ولا حبنا إلا لك، ولا خوفنا إلا منك، ولا توكلنا في الدنيا والآخرة إلا عليك. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.